كيف نضيف مسام أو تكستشر لوجه البورتريت باستخدام الفوتوشوب. فيديو جديد. مرحبا أصدقائي، اسمي وسام، مصور وريتاتشر. رجعنا لكم بعد فترة انقطاع كانت تقريبا 3 شهور، كنت بصراحة مشغول فيها، فاعذروني. أكيد بدي أهنيكم برمضان، معناها متأخرة جدا، لكن رمضان كريم وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. موضوع الفيديو اليوم، كيف نضيف مسام نوعا ما تكون طبيعية أو تكستشر بيسموه بالإنجليزي للوجه البورتريت، خاصة أحيانا بعد ما بنعمل عدة تعديلات بنحاول ننعم وننظف الوجه، بنحاول بهذا الوقت عم نخسر كثير من المسام، فبنحاول نرجعها بطريقة ما. أو أحيانا بيكون البشرة مثلا out of focus، فممكن كمان بهاي الحالة ممكن نضيف شوية مسام عشان نعطيها مثل إحساس كأنه هي in focus بدل ما تكون out of focus. خلينا نبلش. راح نفتح، عندي في صورة جهزتها للموضوع عشان اشرح لكم عليها. بصراحة هي ما كانت الصورة ما فيها تكستشر او مسام فيها، لكن انا حاولت اعملها بلوري، طبقت عليها فلتر بلوري عشان تصير نوعا ما فيها مسام، بس لغايات تعليمية لهذا الفيديو. راح نفتح الصورة، راح نشرح بهذا الفيديو، راح نشرح تقنيتين، وانت حسب تشوف مناسب لك ويعطيك نتيجة أفضل أكيد في الطبق. أول طريقة راح نطبقها كبداية، لازم حول الصورة، يعني التقنية الأولى اللي بنستخدمها انتبه إنها ما بتشتغل معانا إلا إذا كانت الدبث تبع الصورة 8 بت. فعندما تفتح الصورة وتفتح لك بالكاميرا رو فلتر، فيك بس مجرد تضغط على هاي اللي تحت، تضغط عليها ضغطة راح يطلع لك هون التفاصيل، الكالر سبيس والدبث وإلى آخره، فتغيرها تحملها 8 وتفتح الصورة. هلا عشان تتأكد إنه الصورة هي 8 بت راح تشوفها هون بالشريط هذا مكتوبة تفاصيل الصورة هاي 8 بت. فأنت كمان فيك تتأكد من بعد ما فتحت الصورة إذا هي 8 بت ولا 8 بت، وتتأكد من كمان من الكالر بروفايل. إذا بتروح عند إيميج مود وتشوف تشوف ار جي بي كالر، الكالر سبيس و8 بت اللي هي الدبث شانل، الدبث عمق الصورة 8 بت. تمام، فينا نغيرها كمان من هون نضع 16 فتتحول معنا. فهلأ هون بدنا نشتغل على 8 بت، لأنه التقنية الأولى هاي ما بتشتغل أو ما بتضبط معنا إلا على 8 بت. راح فرجيكم ليش بس على 8 بت. كبداية راح نعمل الصورة تقريبا أوكي، هي أكيد ما نأخذت طبيعية بهاي الطريقة. إذا بتشوفوا شوفوا البشرة نوعا ما ممسوحة، الصورة لا تفكروا انه اخذتها بالكاميرا بهاي الطريقة وبهذا الفلير الموجود بالباك جراوند وهاي التفاصيل، اكيد صورة معدلة. فراح نعمل اول شيء كوبي من هاي الصورة، نعمل كوبي نضغط عليها ونسحبها على هذا البلاس ونتركها، بيكون عملات نسخة نمسحها، او اذا ضغط بك الكيبورد على كنترول او كوماند بالابل، إذا ضغط على كنترول جي راح تطلع كمان تعمل لك نسخة عن الصورة. بعد ما نسخنا الصورة هلأ راح نعمل تعريض فاضي شفاف، نفتح تعريض فاضي شفاف، بس مجرد ضغطنا على هذا بلس راح يعطينا تعريض فاضي. بعدين بنروح على إديت ونعمل فيل، نضغط على فيل ونعمل أو نعبيه، نختار 50% gray، اخترنا 50% gray، فصار عندنا هلا layer أو طبقة أو تعريض لونه 50% gray. تمام، هلا راح نحول هاي التعريض نحوله أو ل smart object، smart object عشان أي فلتر بنطبقه عليه فينا نرجع نعدل القيمة بأي وقت. تمام، هلا حولناه بس مجرد انت شفت هذا الايكون او السيمبل على التعريض بهاي الزاويه، هذا معناته انه هو سمارت اوبجكت. تمام، فهلا بنروح على فلتر، شوفوا، ونختار فلتر جاليري، فلتر جاليري. بعد ما اخترنا فلتر جاليري راح نروح على تكستشر ونختار تكستشرايزر، تكسترايزر، اخترنا تكسترايزر.
Texturizer بتعطيك كتير option لكتير textures. راح نختار من canvas من هو texture, راح نختار sandstone. Sandstone. هلا sandstone بعد ما اخترناه في انه نتحكم بالscaling والreliep, انه كيف بتحب تشوف كيف كل ما بنزيدها كيف بصير اكبر وانا اصغر وانا اكبر. هلا الريليف شوفوا بصير اخشن يعني مثل رفنس. فهلا مبدئيا راح نحطهم بشكل عشوائي لانه صعب احنا نقدر 100% قد ايه المناسب كحجم وكخشونه مثلا للبشره او للصوره اللي عندنا, فراح نطبقها حاليا عشوائي. لكن هون في شغله كتير حلوه بيعطيك اياها كاوبشن الفلتر جاليري اللي هي اللايت. يعني انت بتحدد جهه اللايت عشان المسام بتكون مناسبه كجهه لايت. فهون اذا انت انتبهت على الصوره هلا راح افرجيكم, هي اضاءه جايه من الفوق من جهه الاعلى يمين يعني توب رايت. نختار توب رايت, شوف جهة التكستشر تغيرت, جهة الشادو والهايلايت بتتغير بالتكستشر. راح نضغط اوكي. اذا انتو هلا شوف هلا انكم اذا عملنا زوم راح تشوف شو صار عنا. هاي التكستشر اللي احنا اضفناه راح نطبق عليه بلندنج مود سوفت لايت او اوفرلاي. عاملين صور للزوم صور لل... عفوا عاملين لل... طيب سجينا على الوجه, شوفوا كيف اجت الاضاءة صغيرة من هاي ال من تعريض فاضي عشان بس اشرح لكم كيف جت الاضاءة جاية. اذا انتم شايفين متابعين بس الغاية التوضيحية شوفوا هاي الاضاءة هون الاضاءة هون الاضاءة متجهة الجهة الإضاءة من توب رايت اللي هو أعلى يمين. تمام, هنمسح هذا التعريض. فبعد ما طبقنا الفلتر الفلتر جاليري تكستشرايزر ساندستون هلأ صار عندنا هذا التعريض اللي هو سمارت أوبجكت. بنعمل زوم على الوجه اللي هو راح نطبق عليه الفلتر. هلأ راح نضيف ماسك لهذا التعريض, راح نضيف ماسك بس مجرد طبعت هذا الماسك نضاف عندنا الماسك هون. راح نعمل له انفيرت اللي هو قلب الماسك عشان احنا نحدد بس الوجه, ما بدنا نحدد كل الصورة ونضيف عليها التكستشر. كيف نعمل انفيرت؟ بس مجرد تضغط كنترول او كوماند اي الكيبورد كنترول او كوماند حسب اذا انت ويندوز ولا عم تستخدم او اس ابل. كوماند او اي كوماند اي او كنترول اي. قلبنا الفلتر, هلا ما عندنا اي تاثير للفلتر على الصوره. هلا راح نختار الفرشاي, نكبر الفرشاي شوي, نختار فلو 20 او 30 تقريبا, نخلي الاوبستي 50ات تقريبا. اتاكد من ان الفورجراوند ابيض لانه الفلتر او الماسك هو الاسود عشان احنا نظهر التاثير على الوجه. ما دام الفلتر مقلوب اسود لازم يكون الفور جراوند ابيض وبالعكس. نبلش نفرشي على البشره. هو المفروض في ملاحظه مهمه, اذا بدك تضيف تكستشر على الصوره ما لازم تضيف على كل الوجه كل مناطق الوجه. تمام, ليش؟ لأن انت عندما بتصور الصورة الكاميرا راح تعمل فوكسنج على جزء معين بالصورة اللي هو اكثر شيء العيون وما بين العيون, يعني العيون ما بين العيون وهي المنطقة الانف, ممكن الخد الايمن او اليسار او الجبين كمان نوعا ما بس مو كامل. في مناطق بتضل اوت اوف فوكسنج بالوجه, هاي انت كمان لازم تراعي هاي النقطة عندما بدك تضيف تكستشر عشان يبين معك واقعي اكثر ما يبين انه ارتفيشال. هلا لحد الان اكيد مبين معانا ارتفيشل كثير, لكن استنوا شوي بس احنا نعمل المناطق المطلوب نضيف لها تكستشر. هاي تقريبا شوف المناطق الفوكسنج اكثر شيء هون عندنا بالخد هذا اليسار بالصوره.
أكيد هو خشن شوي، هذا الإكسترا أكيد خشن، مو شرط. هلا أنا ما راح أشتغل كل شيء، تمام؟ خلاص خلينا هيك عشان نوفر الوقت، عشان نتسرع بالوقت. هلا راح نضغط على الفلتر جاليرا مرة تانية عشان ممكن نصغر هاي الساند ستون شوي، ممكن نغير بحجمه ومدى الرفنس تبعه، ممكن نصغر الرفنس شوي، وأكيد الموضوع هذا يتغير من صورة لصورة. هيك احنا قلت لك انا حولنا لسمارت اوبجكت هذا التعريم، عشان امتى ما رجعنا له فينا نغير هاي القيم لسكيلبل ريليف، تمام؟ هلا احنا راح نصغرهم شوي ونشوف النتيجة شو كيف بتصير. هلا صار ممكن انعم شوي، الموضوع تقريبي، انت فيك تضل تغير بهاي القيم الساند ستون حتى تلاقي انه النتيجة صارت واقعية. هلا في شيء ممكن نعمله عشان نخليه واقعي اكثر، لانه انا شايفه خشن شوي، ممكن انت تضاف الاباسيتي من هون تخففها شوي، تمام؟ وفي حل ثاني انه ممكن بتروح على بلور وتطبق عليه جازيان بلور بس بقيمة كتير منخفضة، مثل يعني أقل من 1% راديوس، نرجعها شوي إذا شفته. هلأ صار عندنا كتير تقريبا واقعي. هلأ خلينا نقرب أكثر للصورة، نعمل زوم، شوفوا، نعمل بيفور أفتر، بيفور أفتر، هاي أفتر وهاي بيفور. فيك تزيده. هلا انا شوفه كنت عم بعمل بالفرشاي، اذا انت ضغطت بس الت وضغطت زر الفار على الماسك راح يطلع لك انت قد ايه مغطي او وين مفرشه بالضبط بالبرش، وقد ايه درجه الاوباسيتي. هلا احنا شوفه كانت الاوباسيتي تقريبا 50 والفلو كانت 30، فاحنا فينا نفرش اكثر، يعني جينا على الفرشاي فينا نزيد مرة تانية فوقها، مرة تانية نعمل برش برش برش، راح تشوف انه الاكسترا زاد كتير. هاي التكنيك الاول بسيط جدا، مجرد 50% جراي، هاي التعريض وتعبيه 50% جراي، تعمل له سوفت لايت بلندنج مود، تطبق عليه فلتر جاليري ستون ساند، وهذا كل شيء تقريبا وماسك. الطريقة الثانية راح نمسح هلا هذا الفلتر، راح نمسح هذا الفلتر ونخلي بس النسخة. الطريقة الثانية كمان مشابهة جدا، راح نعمل أول شيء عندنا تعريض شفاف، راح نعبيه كمان 50% جراي من فيل، من إيديت، إيديت، فيل، نختار من الكونتنت، نختار فيل 50% جراي، أوكي. كمان راح نحوله لسمارت اوبجكت، نضغط على نفسه التعريض، ضغطه باليمين بالفار راح يعطينا كونفرت سمارت اوبجكت، اضغط عليها هون تحول لسمارت اوبجكت. هلا هون راح نضيف جرين اور نويز. هلا في طريقتين نضيف جرين اور نويز للصوره، ممكن تروح على فلتر ومن نويز بتضيف اد نويز، لكن في طريقه افضل نضيف فيها النويز اللي هي بتروح على فلتر كاميرا، اضغط على كاميرا رو فلتر، راح تاخذك على كاميرا رو فلتر، رو على افكت كاتيجوري افكت، اختار جرين، نضيف شوية جرين من هون، راح نعمل له زوم من هاي من هذا السهم الصغير، نضغط 200% عشان نشوف تفاصيل الجرين. راح نضيف مثلا 43%، كمان هون راح نضيفه تقريبي لان احنا عندنا سمارت اوبجكت فينا نغيرهم بعدين نرجع ونغيرهم. السايز الموضوع كمان تقريبي، رفنس كمان تقريبا، ونعمل اوكي. هلا هون احنا ما خلصنا، انا هيك عامل زوم كتير للصورة عشان تشوف التفاصيل، شوف كيف النويز صار او الجرين. الجرين عن طريق الكاميرا والفلتر بيكون واقع اكتر من النويز. الخطوة الثانية راح نطبق عليه فلتر، اللي هو فلتر رو على ستايلايز واختار امبوس، اخترنا امبوس. امبوس يعطينا كمان احنا يعني عم نحاول نحاول نغير شكل المسام وكشونتها والسايز حتى نوصل لشيء واقعي، فهي الفلاتر اللي عم نطبقها بتساعدنا نوصل للشيء اللي احنا بدنا اياه. هلا هون
راح نوصل شوف الهاينس سوري الهايد شوف كيف التأثير ببين. راح نحاول نخليه بالخمسة مثلا أربعة مبدئيا الأماونت شوف إذا زدنا قد بصير. راح نحاول نخليه ممكن بالتسعينات. هلا هون الأنجل كمان جهة تعتبر بالنسبة مثل جهة الإضاءة، فهون بنحاول نخليها كمان إذا عملناها شوفوا وين ما نضغط بالماوس راح تتغير جهة التكستشر أو الجرين، فراح نخليها توب رايت اللي هو من الأعلى يمين ونضغط أوكي. هلا آخر خطوة كمان الفلتر راح نطبقه بهي التقنية اللي هو بلور أو جازيان بلور. بلور راح نختار بلور جازيان بلور كمان أقل من 1% راديوس ونعمل اوكي عشان نخفف من الحدة او الخشونة تبعه. هلا كمان راح نطبق البلندنج مود راح يكون كمان نفس الشيء سوفت لايت اور اوفرلاي، دائما اوفرلاي اور سوفت لايت بموضوع الشاربنس عفوا بموضوع التكستشر. او حتى لاحقا في راح ننزل فيديو عن الشاربنس كمان راح يكون اوفرلاي او سوفت لايت دائما. اوكي راح نختار سوفت لايت. اذا انتبهتوا على التفاصيل هذا هو شوف التكسر كيف نضاف على الصورة كاملة. أكيد أنا ما بدي إياه على الصورة كاملة بدي إياه بس على الوجه، لهيك راح أضيف ماسك نضغط على ماسك نضاف ماسك نعمل له انفيرت أو قلب للماسك بضغط على كنترول اي أو كوماند اي. صار عندنا الماسك مقلوب. فينا نجيب البرش وكمان مرة تانية نفس الشيء الأوباسيتي 50%، الفلو 20-30 ونصير بالفرشاي نحدد الأماكن اللي احنا بدنا نضيف عليها تكستشر أو مسام. أكيد أتأكد من الفور جراوند هون تكون بيضة لأنه الماسك أسود عشان نظهر التأثير بالأماكن المطلوب نظهر فيها. راح نبلش الفرشة راح أسرع الموضوع شوي عشان تشوفوا. طيب هلا تقريبا طبقت هذا الفلتر على الوجه صراحة مع الفيديو عشان ما نطول الفيديو تمام. هلا اذا ركزنا بالتكستشر وحجم المسام اكيد مو بينه طبيعية اكبر من حجمه، اروح على الكاميرا نرجع على الكاميرا رو فلتر ونصغر حجم الجرين والرفنس وهي التفاصيل. نضغط دبل كليك على الكاميرا رو فلتر هون شايفها احنا عندك سمارت اوبجكت فينا نرجع ونغير القيم على كيفنا. نضغط كاميرا رو فلتر يلا راح تفتح لنا الكاميرا رو فلتر على الجرين نعمل له زوم بس اضغط على 200% عشان نشوف تفاصيل اكثر. هلا راح نصغر الجرين بنقول الكميه وهون السايز 7 حنصغره تمام. راح نعمله ممكن 7 لكن القيم اكيد القيم هاي بتتغير من صورة لصورة حسب الصورة فمنها ثابتة، لكن أنا هون الصورة اللي انتبهته الوجه صغير كتير بالصورة، غير إذا أنت عامل عندك هيد شوتس أكيد راح يكون الجرين كبير أكبر من هيك السايز والأماونت والرفنس. نضغط أوكي شوفوا التغيير اللي صار راح أفرجيكم بيفور أفتر. انتبهوا هاي بيفور وهاي أفتر هاي بيفور وهاي أفتر. هلا اذا انت شايفه انه خفيف بعده ممكن ترجع كمان وتزيد فرشة اكثر يعني تعمل بيلد اب اكثر بالمناطق اللي انت حابب تزيد التكستشر فيها. اكيد لازم تقضي وقت منيح على الصوره عشان تبين اخر شيء طبيعي. هذا كل شيء لليوم، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لنا إعجاب وتعليق على الفيديو، أو إذا عندكم أي استفسارات اكتبوها في التعليقات، بنشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله، نتمنى لكم رمضان مبارك وإن شاء الله عيد سعيد بأمان الله.